وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، نجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد وانطلاقة الشوط السابع للقعدان اللقاية، حيث هذه الشعارات والأسماء الباحثة عن الفوز وعن الناموس مباشرة مع المركز الأول ليتابع الشهم أحمد بن سعيد المنصوري، يقدم الشهم مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع الشاطر أحمد بن سعيد بن غانم بن يريوي المنصوري، النقلة والانتقال إلى المركز الثالث ليتابع الشهم سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي هو القادم مع الشهم، بينما المركز الرابع أتابع الترس عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري هو القادم، بينما المركز الخامس القادم مع المركز الخامس النداوي مطر بن مهير بن مبارك الحميري. هكذا هي النتيجة للفايف ستار المتقدمين الباحثين عن الفوز وعن الانتصار. لكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط إلى الترس، من يحتل الصدارة؟ عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري يقدم لنا شعار المركز الثاني، أتابع الشهم أحمد بن سعيد المنصوري هو القادم مع الشهم، بينما المركز الثالث الشاطر أحمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري قادم بكل قوة، بينما المركز الرابع القدوم والحضور تابع انطلاقة الشهم سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي، يقدم لنا شعار المركز الخامس الحضور والتواجد، وتابع النداوي مطر بن مهير بن مبارك الحميري، يقدم لنا شعار المركز السادس القادم والمنطلق، وتابع يبرين شاجع بن جيم بن سالم المري هو الحاضر، بينما الدور دور المركز السابع ليتابع انطلاقته وتحدي مريع علي الكيف بن علي بن ثعيلب العامري، يقدم لنا شعار المركز الثامن. ياهي شعارات، ياهي اسماء احضرت، ليتقدم حشيم عبد الله بن خميس بن محمد بن عمر الشامسي، وتاسعا نتابع الاسم القادم والمنطلق المتحد سيب بن حمد بن سالم بالاسود العامري، المركز العاشر اتابع القدوم والحضور في هذه اللحظات. يا اسماء يا كوكبة من الشعارات، اتابع التسلل والانطلاق من شخصي خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. بدأت المعركة الآن، بدأ الصراع، ولكن العودة إلى بن عميرة، إلى سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي، يقدم لنا شعاره، يقدم الشهم، ولكن الأسماء والشعارات القادمة قادمة أسماء وحاضرة، ليتقدم وبران سالم بن علي بن طناف الدرعي 1200 يا اهل اللقايه، 1200 ما تفصل عن الفوز، ولكن القادم القادم شخصي خليفه بن عبد الله بن ثاني النعيمي.
يقدم لنا شعاره، يقدم اسم خطير، يقدم اسم كبير، شخصي اتحرك شخصية ليتحرك وبران ويتحرك كفو عتيق بن عبيد بن عاضد المهيرية. ولكن الفوز وين؟ الفوز وين؟ الناموس وين؟ يحتار من يختار ما بين هذه الأسماء. القادم القادم أتابع مريع، ولكن كفو كفو مع الصدارة عتيق بن عبيد بن عاضد المهيرية. روح يا المهيري روح، وصلت الأسماء ليتقدم حشيم 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 في موقع الحشمة. حشيم مع الصدارة مع المركز الأول. لا والله إلا وغادر، غادر بالفوز، غادر بالانتصار حشيم. يا مالك حشيم روح، عبد الله بن خميس بن محمد بن عمر الشامسية يقدم لنا شعاره. طار بالفوز، طار بالانتصار، ولكن القادم خطير، القادم خطير. ولكن سلام سلام حشيم، سلام حشيم إلى زاخر، إلى زاخر السلام. سلام وتحية واحترام، سلام حشيم سلام على هذا الفوز. المركز الثاني كان مريع علي بن الكيف بن ثعيلة بالعامري. المركز الثالث، المركز الثالث كان شخصي خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. المركز الرابع، أصل هجن من كل دار فالعصر مهل الركض دار كل عام. المركز الثالث كان متابعين الكرام زي الواضح خليفة بن مكتوم بن مبروك المحرمي، بينما المركز الرابع كان مع المركز الرابع متابعين الكرام غياث أحمد بن سالم بن سهيل الشرقي، وخامسا دخول جماعي ما بين الرقم 10 والرقم 50 إذا انتهينا، والناموس لمالك حشيم عبد الله بن خميس بن محمد بن عمر الشامسي. التوقيت الزمني ولحظة الوصول 7 دقائق و31 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما اللي احتل المركز الثاني كان مع المركز الثاني مريع علي بن الكيف بن ثعيل بالعامري، وتوقيته الزمني 7 دقائق 32 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس، بينما اللي احتل المركز الثالث كان مع المركز الثالث الواضح خليفة بن مكتوم بن مبروك المحرمي، 7 دقائق 33 ثانية، جزء وحيد من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، يتواصل العطاء واللقاء من أرضية ميدان الوثبة مهرجان اكسبو 2020، ينطلق بحق